أما بعد عباد الله، فلئن كنا فيما مضى في ظلال الذكر وفي ظلال الاستغفار وظهر لنا بعض آثار ذلك، أثر ذلك في البنين، أثر ذلك في الرزق، أثر ذلك في القوة، أثر ذلك في إطالة العمر، دعونا اليوم نعيش معا في ظلال التسبيح. وبين يدي ذلك، لو سألنا أنفسنا هل نزلت بنا مصائب واحتجنا فيها إلى صبر عظيم؟ هل نزل بنا ضيق وغم وهم فتطلعنا إلى فرج ومخرج؟ هل ضاق صدرك يوما ما فتطلعت إلى انشراح الصدر؟ هل تعرضت يوما ما إلى إيذاء وعدوان أو إلى افتراءات وشبهات فاحتجت في ذلك كله إلى الصبر وإلى أن تواجه ذلك كله؟ هل تعرضت إلى شيء من ذلك؟ هل تعرضت يوما إلى الخوف فاحتجت إلى الأمان والحفظ والوقاية؟ هل واجهتك الذنوب والمعاصي فرأيت نفسك في لحظة من اللحظات أنك ضعيف أمامها فاحتجت إلى ما يثبتك ويثبتك ويقويك؟ هل تطلعت يوما إلى السعادة؟ إذا أردت الجواب عن ذلك كله فستجد الجواب في أسرار التسبيح. هذا بيان رب العالمين. ودعونا نقف مع بعض الآيات وكنوزها وأسرارها في هذا لنرى ذلك كله. عندما تقف مع قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كيف واجه الاستهزاء؟ كيف تحمل كل هذه الضغوط صلى الله عليه وسلم؟ كيف واجه ما يتعرض له من ضيق صدر إزاء كل هذا الألوان من الاعتداء؟ كان من منهج ذلك: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وعندما نقف مع يونس عليه الصلاة والسلام: ولا يخفى عليكم أمره، فنادى في الظلمات، ظلمات الليل وظلمات البحر وظلمات الأمواج وظلمات بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كيف استجبنا له وكيف نجيناه من الغم؟ كما بين سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وعندما تقف مع زكريا عليه الصلاة والسلام وقد تعرض إلى ما تعرض له من قيل وقال، وقد جاءته هذه البشرى من الله سبحانه آية عجيبة، ولادة يحيى عليه الصلاة والسلام، وفي مثل هذه الأوقات يكثر القيل والقال، كيف ينجو من القيل والقال والجدل الفارغ؟ آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وأكثر من ذلك، عندما نأتي إلى سورة الإسراء، هذه السورة التي حدثتنا عنها عن أخطر صراع في الوجود،
كيف نفهم هذا الصراع وكيف نفقهه؟ كيف ندير هذا الصراع مع عدونا وكيف ننتصر فيه؟ تبدأ هذه السورة بالتسبيح، وهي أول السور السبع التي بدأت بالتسبيح وبدأت بالمصدر سبحان، لأنه هو الأصل. ويرد فيها التسبيح 8 مرات، وتنتهي في نهايتها بذكر أولئك المسبحين. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هؤلاء أهل التسبيح هم الذين يخوضون هذا الصراع، هم الذين ينتصرون في هذا الصراع، هم الذين يفقهون هذا الصراع. ولذلك أكد على التسبيح في هذه السورة عندما تعرض النبي عليه الصلاة والسلام إلى ضغوط كثيرة من المشركين وهم يطلبون الآيات والمعجزات على سبيل التكذيب، لا طلبا للإيمان ولا طلبا للحق. كان تعليم رب العالمين قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، ويحضنا على التسبيح فيها سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إذن سورة الصراع مع العدو، سورة فقه الصراع، سورة فقه الانتصار مع العدو، قامت أيضا على التسبيح في بدايتها وفي ختامها وفي أوساطها. بل ولا يمكن أن تحافظ على نصر فضلا عن أن يأتي هذا النصر، لا يأتي هذا النصر في الصراع مع عدونا إن لم يكن تسبيح، إن لم يكن مجتمع التسبيح لله سبحانه. ولذلك في هذه السورة يبين كيف يسبح له من في السماء في السماوات والأرض سبحانه. فكيف لا تسبحون أيها الإنسان؟ لا يمكن أن تحافظ على النصر من غير تسبيح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بل وإذا وقفنا مع داود عليه الصلاة والسلام، بعض أسرار ما أوتي داود من الحكمة وبعض أسرار ما كان لداود من قوة الملك وفصل الخطاب، انظر ماذا يقول سبحانه، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فكان من أسرار ذلك كله أنه كان ذلك العبد الأواب كثير التسبيح لله سبحانه وتعالى. تتطلع إلى السعادة أيها الإنسان، انظر إلى سورة طه فإنها سورة السعادة حقا، وهي التي ابتدأت ببيان أسباب السعادة الحقيقية بنفي أسباب ما يضاد ذلك، عندما يقول سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن أنزلنا عليك القرآن لتسعد أيها الإنسان، فأول طريق السعادة هذا القرآن العظيم. ثم يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فطالما كنت لا سمح الله للشيطان وليا فأنت في شقاء حفظك الله، وطالما كان الشيطان لك عدوا فأنت في سعادة إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ثم يقول سبحانه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لماذا كل هذا التركيز على نفي أسباب الشقاء؟
لتوصل أو لتصل بنا إلى حقيقة السعادة في أواخر السورة عندما يقول سبحانه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ودائما عندما يأتي ذكر التسبيح يأتي مرتبطا بالكثرة أيضا، ويأتي مرتبطا بأول النهار وآخر النهار ووسط النهار ومع العشي ومع الإشراق ومن آناء الليل. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. لما كل ذلك؟ لعلك ترضى. وما السعادة في حقيقتها إلا هذا الرضا، رضا القلب الذي يزرعه الله سبحانه وتعالى في قلبك أيها الإنسان، الرضا عن الله سبحانه، فيصبح هذا القلب المطمئن الساكن الهادئ الذي يستسلم لله سبحانه وتعالى. أرأيت إذن طريق السعادة كما طريق النصر في ظلال هذا التسبيح؟ وواجهت أصحاب الجنة الشهوة ونزغات الشيطان، ووسوس لهم الشيطان ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ويريدون أن يمنعوا الفقراء حقوقهم، وكان ما كان فأصبحت كالصريم. ما المشكلة؟ أين المشكلة وأين العلاج؟ كما حدثتنا سورة القلم، قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. إذن لو كانوا من أهل التسبيح حقيقة، هل كان يمكن أن تسيطر عليهم هذه الدنيا بشهواتها؟ وهل كانوا يمنعون الفقراء حقوقهم؟ وما استطاعوا أن ينتصروا على أنفسهم فيردوا لهؤلاء الفقراء حقوقهم إلا من خلال هذا التسبيح. وعندما نجد كيف يوجهنا ربنا لأجل الحفظ والرعاية والوقاية، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لماذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون؟ أتريد أن ترجع إلى أهلك سالما آمنا؟ الإمام النووي رضي الله عنه يقصد أنه من قال دعاء السفر الذي منه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون، لا بد أن يرجع سالما. إيمان بالله، إيمان بما بين سبحانه وتعالى، فأنت تبدأ كل أعمالك بالتسبيح لله سبحانه وتعالى. لا شك أحوج ما نكون إلى الصبر الذي يملأ القلوب ويمنحك من القوة ما يمنحك، ويمنحك من السكينة والثبات ما يمنحك، ويعينك على مواجهة الحياة وضغوطها، ويعينك على مواجهة الأعداء وشرورهم ومؤامراتهم في كل نواحي الحياة على مستوى الفرد أو مستوى الجماعة. وانظر كم جاءت من الآيات تربط بين الصبر في بناء النفس الإنسانية على أساسه، وفي امتلاء القلب من الصبر في مواجهة الحياة، كم جاء ذلك مرتبطا بكثرة التسبيح لله سبحانه وتعالى، عندما يقول سبحانه وتعالى في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وعندما يقول سبحانه وتعالى أيضا في سورة الطور: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، حتى تكون بعين الله، حتى تكون برعاية الله، وحتى تصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وما أعظم التسبيح إذن. لذلك يجب أن نفهم
عندما يقال تسبيح، ما معنى التسبيح؟ التسبيح منهج حياة متكامل، منهج مجتمع، حياة فرد قامت كلها على التسبيح لله سبحانه. ألا ترى إلى سورة النور وهي حدثتنا عن المجتمع النوراني، وهي التي حدثتنا عن الإنسان النوراني، ما سر هذا النور في هذا الإنسان؟ نجد أنه مجتمع قام على التسبيح في بيوت، ولاحظ أنها حياة متكاملة وليست مجرد ألفاظ يقولها الإنسان وهو عنها غافل أو هو عن مضمونها لاهن ساهن، لا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهم يتاجرون وهم يحيون هذه الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن ذلك بأسرار التسبيح وبأسرار ارتباطهم بالمساجد والعبودية الخالصة لله سبحانه. لا يلهيهم ذلك عن ذكر الله، لا يلهيهم ذلك عن تذكر الآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكم يمنحهم ذلك من القوة، وكم يمنحهم ذلك من السعادة، وكم يمنحهم ذلك من الطمأنينة، وكم يمنحهم ذلك من الفهم عن الله سبحانه وتعالى والانطلاق بقوة وثبات في إدارة هذه الحياة كلها بما يرضي الله سبحانه، إذ يصبح هذا المسبح وثيق الصلة بالله، موصول القلب بالله، كثير التسليم لله، كثير التوكل على الله، كثير الذكر لله، كثير الخوف من الله، فلا يخاف إلا الله ولا يتوكل إلا على الله سبحانه. انظر كيف يحدثنا ربنا عن الملائكة ويبين أن من أعظم خصائصهم التسبيح، ليهيج في قلوبنا أسرار التسبيح. عندما يقول سبحانه وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وعندما يربط بيننا وبين الملائكة بعلاقة عظيمة أنهم يدعون لنا وأنهم يستغفرون لنا، فيجعل مفتاح استغفارهم لنا ويجعل سبحانه وتعالى مفتاح دعائهم لنا أنهم يسبحون، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. بل وأكثر من ذلك، كيف واجهت الملائكة الفساد والإفساد المتوقع في الأرض؟ عندما قال سبحانه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. إذن هنالك منهجان، منهج الإفساد في الأرض ومنهج سفك الدماء، ولا يقابله إلا منهج واحد، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فأنت أيها الإنسان تريد لا سمح الله أن تكون من منهج من يفسد ويسفك الدماء في الأرض، أن تكون أم تريد أن تكون من المنهج الآخر من يسبح بحمد ربه ويقدس له؟ إذن هو منهج حياة فعلا وليست دروشة كما يظن البعض، أن يجلس في زاوية من زوايا المسجد فيسبح، هذا بعض ما هو مطلوب، أن يكون لك أوقات تجلس فيها بينك وبين نفسك خاليا مع ربك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا بعض ما هو مطلوب، إنما هو منهج التسبيح في الحياة، فيصبح اللسان لهجا للتسبيح ويصبح القلب لهجا للتسبيح، وتصبح حياتك قائمة على أسرار التسبيح. أسرار التسبيح تعظيم الله سبحانه، أسرار التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى، أسرار التسبيح تقديس الله سبحانه، أسرار التسبيح تحقيق العبودية والتوحيد الخالص في القلب لله سبحانه وتعالى. لماذا يقال لمن يجيد السباحة سباح؟
لأنه يستطيع أن يبحر في أعماق المياه بعيدا، فيقال له سباح ماهر. ومن هنا جاءت مادة السبحة، مادة سبحة، ومنها التسبيح، ذاك الذي يغوص في أعماق الشيء حتى يصل إلى درره وكنوزه، كما يغوص ذلك السباح الماهر في أعماق المياه فيصل إلى الدرر والكنوز. فأنت في من خلال حياة التسبيح هذه تغوص في أعماق العبودية لله، في أعماق التوحيد لله سبحانه. فإذا أصبح الله في قلبك أكبر من كل شيء، وإذا كان قلبك مع الله حاضرا في كل وقت، وإذا كنت لله في كل وقت، من خلال اللهج أن يلهج لسانك بالذكر والتسبيح لله، فأي قوة بعد ذلك أقوى منك؟ وأي قوة أو ضرر بعد ذلك يمكن أن يؤثر فيك؟ وكيف لا تكون بعد ذلك مواجها للحياة بشدائدها وصعوباتها؟ تلكم بعض أسرار التسبيح وكنوزها في القرآن الكريم. ولا يكتمل الحديث عن التسبيح وكنوزه وأسراره إلا إذا وقفنا مع بعض ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنوز هذا التسبيح وأسراره. ولكن نكتفي اليوم بهذا القدر لنعيش منهج التسبيح، ونعيش حقيقة التسبيح، ونرتقي بإيماننا، ونرتقي بأحوالنا، ونرتقي بقلوبنا، ونواجه كل نكد الحياة وكل ضيق الحياة، ونواجه كل هم وكل ضيق وكل اعتداء وكل إيذاء بمزيد من الصلة القلبية مع الله سبحانه وتعالى. فيثبت الله هذه القلوب، ويشرح الله سبحانه وتعالى هذه القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله.